السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جيم، كتاب بايبت، كتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي جنرال اكسرسايزز، تدريبات عامة، اون يونت 2 على الوحدة الثانية. تمام، هناخد هنا من كتاب بايبت على الوحدة الثانية تدريبات صفحة 109 و100 وعشرة. وأول سؤال معايا هنا بيقول complete، أكمل the following dialogue، الحوار التالي. أول سطر هنا بيعرفني الحوار بيدور ما بين مين ومين وإيه موضوع الحوار. بيقول لي هنا إيه، سامي is asking كمال، يبقى سامي وكمال بيدور ما بينهم الحوار. about his job، عن الوظيفة بتاعته، يبقى سامي بيسأل كمال عن وظيفته. سامي بيقول له what do you do، what do you do يعني ماذا تعمل، وظيفتك إيه. كمال هنا رد عليه وقال له حاجة. سامي هنا بيقوله where are you parking your food stall، إن أين parking يعني يركن، أنت فين بتركن your food stall اللي هو الكشك بتاع الطعام الخاص بيك، بتركن كشك الطعام بتاعك فين. يبقى هنا كمال بيشتغل إيه، يبقى كمال بيشتغل بائع طعام متجول. يبقى I am a street food seller، I am يعني أنا أكون a street food seller، بائع طعام إيه؟ street food seller، بائع طعام متجول. هنا سامي بيقوله where are you parking your food stall، بتركن كشك الطعام بتاعك فين. ممكن يقوله انا بركنه في على ناصية الشارع مثلا، ما هو هيقف على الناصية عشان خاطر يبقى مكان كويس الناس تعدي منه. يبقى هنقول هنا on the corner، على الناصية، on the corner يعني ايه، على ناصية of the street، هذا الشارع، of this street، على ناصية هذا الشارع. فسامي بيسأله سؤال، كمال قاله because يعني لأن lots of people، كتير من الناس and tourists، والسياح، كتير من الناس والإيه والسياح، تمام، comes this way، بيجوا من هذا الإيه هذا الطريق. طب يبقى أنت ليه اخترت المكان ده بالذات، يبقى why are you parking here، ليه أنت بتركن هنا، why are you parking here، ليه انت بتركن في المكان ده بالذات. قال له لان في ناس كتير بتعدي وكمان سياح. هنا سامي بيساله سؤال، قال له هنا كمال ايه، كمال قال له they start to buy their breakfast at 7 o'clock، start يعني بيبداوا ان هم يشتروا وجبه الافطار بتاعتهم الساعه 7 بالضبط. طيب يبقى الناس بتبدأ امتى تشتري وجبة الافطار بتاعتها، يبقى متى يعني ايه، متى يعني when، الناس جمع باخد الفعل المساعد بتاعي do، وادي الفعل بتاعي people، what do people، start يعني بيبدأ، ادي الفعل في المصدر، بيبدأوا ايه، ان هم يشتروا الطعام بتاعهم، يبقى to buy يعني هما بيبدأوا يشتروا their breakfast، وجبة الإفطار الخاصة بيهم. وجبة الإفطار إمتى بيبدأوا يشتروا الفطار بتاعهم؟ تمام، هنا قال له إيه، الساعة 7 بالضبط. سامي بيقول له what are you looking forward to، looking forward to يعني يتطلع إلى، تمام، looking forward to. هنا كمال هيقول له حاجة وقال له I am so tired يعني أنا مرهق أو متعب جدا. يبقى هيقول له أنا أطلع طبعا عايز أروح البيت، يبقى I am looking forward to going home، لأن يعني بيجي بعد looking forward to الverb ing، يبقى I am looking forward to، أنا أتطلع إلى بعد الفرب ING going، الفرب ING وكلمة هما بيجيش قبلها إيه، حرف جر، يبقى going هما على طول، الذهاب للبيت.
هنا عندي السؤال الخاص بالاختيارات. My sister speaks very. أختي بتتحدث very إيه؟ عندي هنا كلمة speaks يتحدث، أنا عايزة أوصف الفعل، بوصف الفعل بالإيه؟ بالظرف أو الحال، بالأدفيرب. تمام؟ beautiful يعني جميل، دي صفة adjective. careful يعني حذر أو حريص، ودي برضو صفة. quiet يعني هادئ، وبرضو adjective صفة. طب quietly يعني بهدوء، أختي بتتحدث بهدوء، يبقى بوصف الفعل بالظرف أو الحال، يبقى my sister speaks very quietly، بتتكلم بهدوء جدا. رقم 2 بيقول لي هنا إيه؟ When I arrived at the clinic، لما أنا وصلت إلى the clinic، لما روحت كده للعيادة، there were four، كان فيه أربع إيه؟ there هناك، كان فيه هناك أربع إيه؟ engineers، أربع مهندسين هناك في العيادة، ولا sellers يعني بائعين، أربع بائعين، ولا patients أربع مرضى، ولا managers مديرين. طبعا في العيادة هيكون فيه أربع إيه؟ مرضى. there were four patients، كان يوجد أربع من المرضى there هناك. رقم 3، this is a photo of my parents not، ديت صورة لإيه؟ لوالدي، حاجة كده تخص والدي. married، married هنا اللي هو الزواج أو تزوج، marry يعني يتزوج، wedding اللي هو حفل زفاف، wedding اسمها إيه؟ إزالة الحشائش الضارة، ويدينج. يبقى أنا عندي أو this is a photo، ديت بتكون صورة of my parents wedding، لحفل زفاف مين؟ والدي. يبقى parents wedding حفل زفاف إيه؟ والدي. رقم 4 بيقول لي فاطمة is، فاطمة بتكون إيه؟ so، لذلك she cannot hear you، مش هتقدر إن هي تسمعك. hear يعني يسمع، يبقى هي بقى إيه؟ deaf يعني أصم، هنا دير يعني عزيزي أو عزيز، blind يعني أعمى، deaf يعني أصم، ولا strong يعني قوي. طالما هي ما بتقدرش can't hear you، ما بتقدرش تسمعك، يبقى هي deaf يعني إيه؟ أصم. بعد كده صفحة 110، والسؤال رقم 5 بيقول هنا the nurse اللي هي الإيه؟ الممرضة. works on the، بتعمل في ايه؟ for children للاطفال، بتشتغل في ايه للاطفال؟ تمام، جايب هنا ايه؟ stadium في الاستاد بتاع الاطفال، ولا word العنبر او القسم بتاع الاطفال، word يعني كلمه، ولا playground اللي هو الملعب. طبعا هي بتشتغل في ايه؟ بتشتغل في عنبر او في قسم الاطفال، يبقى on the word for children، العنبر للاطفال. رقم 6، your father can، باباك يستطيع، the car السيارة، on this road في هذا الايه؟ road اللي هو الطريق. it is very quiet، الطريق ده هادي جدا، يبقى باباك يقدر يعمل ايه في السيارة؟ park يعني يركنها، break يعني هيكسرها، ولا remind يذكر، ولا remember يتذكر. طبعا في السيارة هنعمل فيها ايه؟ هنركنها هنا، الطريق ده هادي. رقم 7، بليز من فضلك، شور عايز يقول له تأكد، that you write your emails carefully، ان انت كتبت الرسائل البريد الالكتروني بتاعتك carefully، بحرص وبحذر، اتأكد انت كتبها صحيحة وبحرص وبحذر. تأكد يعني ايه؟ build يعني يبني، take يعني يأخذ، do يفعل، make اسمها make sure، make sure يعني تأكد. تمام؟ رقم 8، it is usually easy، عادة بيكون ايه؟ سهل to not with people، ان انت تعمل ايه؟ with يعني مع الناس. in other countries في دول تانية، if you speak English لو انت بتتكلم انجليزي، تقدر ان انت تعمل ايه مع الناس في دول تانية؟ communicate يعني يتواصل، وبتاخد معها حرف الجر ايه؟ with يتواصل مع، listen يعني يستمع، وعايزة مع حرف الجر ايه؟ to، shout يعني يصيح، cry يعني يبكي. تقدر انت تعمل ايه مع الناس لو انت بتتكلم انجليزي؟ تتواصل معهم، يبقى communicate ايه؟ with، تتواصل مع. رقم 9، my little brother، اخويا اللي هو ايه؟ صغير السن. تمام،
is very بيكون ايه جدا. he always wants to stay at home، عايز دايما يفضل قاعد في البيت and watch TV ويشاهد التلفزيون. يبقى هو ايه بقى؟ active ده شخص نشيط، ده هو قاعد قدام التلفزيون. angry غاضب، ولا interesting ده شيق، ولا lazy كسول. طبعا كسول وكسول جدا قعدته قدام الايه التلفزيون بتدل على كده، يبقى كسول. رقم 10 بيقول لي ايه؟ we're sitting يعني نحن جالسين on the rocks. rocks اللي هي الصخور، احنا كده قاعدين على الصخور. because يعني لان. they are very sharp بتكون حادة جدا. يبقى احنا قاعدين ايه؟ عايز اوصف الفعل بظرف او حال. قاعدين happy يعني سعيد، happily بسعادة. carefully بحرص وبحذر، ولا careful حريص وحذر. طيب انا عايز اختار يا happily يا careful. طب احنا قاعدين على الصخور هنبقى قاعدين بايه؟ بحذر، يبقى carefully. ليه؟ لان بوصف الفعل بالظرف او الحال. رقم 11 we not a film and it is very funny، والفيلم ده كان مضحك جدا. تمام. we watch بنشاهد، watching الفيرب ing، watches الفعل وبه is are watching، احنا كنا بنشاهد او احنا بنشاهد الفيلم. والفيلم ده is بيكون ايه؟ very funny مضحك جدا. يبقى هنختار هنا we الجمع بتاخد معها are والفيرب ing في زمن المضارع المستمر. رقم 12 my cousins اللي هم اولاد الايه؟ اولاد عمي. are not standing under the tree مش ايه؟ مش واقفين. stand يعني يقف، مش واقفين تحت الشجرة. they are not by the fountain هم بجوار الايه؟ fountain اللي هي النافورة. عايز اقول كده هم بجوار الايه؟ النافورة. يبقى they are a sit يجلس الفعل في المصدر. sit هنا الفعل به s، sat في الماضي، sitting الفيرب ing. يبقى they جمع معها r ومعها الفيرب ing ضعفته عشان الحرف الاخير ساكن وقبله حرف متحرك والكلمه بتتكون من مقطع صوتي واحد. يبقى sitting. يبقى هم كانوا قاعدين تحت الايه او بجوار الايه؟ باي يعني بجوار، بجوار الايه؟ fountain النافوره. السؤال رقم 13 بيقول هنا what is عماد نقط؟ قال له it looks very nice يبدو جميل جدا. هو عماد بياكل ايه؟ ده شكله جميل جدا. it ياكل، انا عندي ادي واحد كلمة الاستفهام. اتنين is، تمام، لان عماد الفعل بتاعه مفرد. يبقى على طول هنا عايزة الفعل في المصدر وبضيف له ال ing. السؤال ده في زمن المضارع المستمر. it الفعل في المصدر، eating verb ing، it's الفعل وبه s، ايت يعني اكل في الماضي. يبقى what is عماد eating، عماد بياكل ايه؟ انه يبدو very nice جميل جدا. رقم 14 I can't come to the park، انا مش هقدر او مش هقدر او ما اقدرش ان انا اجي لبارك الحديقة العامة. because يعني لان I not the house today، هعمل ايه في البيت النهاردة؟ عندي today من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. I بيجي معها ايه؟ بيجي معها am والverb في المصدر وال ing. انا عايزة التركيبة دي، كلين الفعل في المصدر، كلينينج فيرب اي ان جي، ام كلينينج ولا كلينز الفعل وبه اس، يبقى اي معها ام والفيرب والاي ان جي، يبقى اي ام كلينينج ذا هاوس توداي، انظف البيت اليوم. رقم 15 علا سبورتس توداي اللي هي الرياضات اليوم، بتمارس الرياضات اليوم. بيكوز لان شي هيرت هير ليج، رجليها ايه؟ اصيبت في رجليها، مصابه يعني هيرت يعني يؤذي او يؤلم. تمام. علا الفاعل بتاعي مفرد، عايزة اقول ان هي ما مارستش رياضات اليوم لان رجلها تؤلمها. يبقى علا الفاعل بتاع مفرد بتاخد معها is، عايزة انفيها يبقى isn't والverb ing. ارمى علا ما ينفعش، is not done نسيبها كده، doesn't دي اصلا مضارع بسيط، بنفي مع المضارع البسيط ب doesn't والايه والمصدر. don't دي برضو مضارع بسيط لكن مع فاعل جمع. انا هنا عندي طالما جايب لي كلمه today اليوم، ده مضارع مستمر، يبقى علا هتاخد is والverb ing، عايزاها منفيه لان هي مش هتمارس رياضه، يبقى isn't doing يعني لا تمارس sports today الرياضات اليوم. بعد كده السؤال خاص بتصحيح الخطا. this boy هذا الولد is crying يعني يبكي، الولد ده بيبكي.
لاود عالي ولا بصوت عالي. تمام، يبقى انا عايزه هنا اوصف الفعل، اوصف كراي يبكي، يبقى انا عندي هنا ادي الصفه لاود وبضيف لها ال واي عشان تبقى بصوت عالي عشان تبقى ظرف، يبقى كراينج لاودلي بيبكي بايه؟ بصوت عالي. رقم 2، مستر احمد سبيكس انجلش، بيتحدث اللغه الانجليزيه جود، جيد ولا بطريقه جيده؟ انا عايزه هنا بوصف سبيكس يتحدث، التحدث نفسه ماله؟ يبقى انا عندي هنا بوصف الفعل بظرف او حال، جود من الصفات الشاذه عشان اخليها ظرف بتبقى ايه؟ ظرف او حال بتبقى ويل. يعني ايه؟ يعني بطريقه ايه؟ بطريقه جيده. رقم 3، مستر عثمان نقط جيب لي live in a lovely flat، بيعيش في شقة ايه؟ في شقة جميلة lovely flat. يبقى مستر عثمان بيعيش في شقة جميلة. تمام، يبقى عندي هنا الفاعل بتاعي اللي هو مستر عثمان، الفاعل بتاعي مفرد، لو الفعل بتاعي بينتهي بالايه هضيف له حرف الايه؟ الاس. يعني lives يعني يعيش، حد بيعيش في مكان، ده مضارع ايه؟ بسيط، lives يعني يعيش. رقم 4، we learn English now، now يعني الآن، من الكلمات الدالة على المضارع الايه؟ المستمر. يبقى we نحن، الفعل بتاعي جمع، مع الجمع بناخد ايه؟ بناخد are، والفيرب والاي ان جي. طب ادي الفيرب بتاعي في المصدر اللي هو learn وبضيف لها الاي ان جي، هتبقى learning، نتعلم English now. رقم 5، مايا اند رامي، مايا ورامي، يبقى كده الفاعل بتاعي جمع 2، text يعني يرسل رسائل نصية، their cousins لي أولاد عمهم إن كندا ناو يعني الآن. طب ناو الآن مضارع مستمر، مايا ورامي الاتنين جمع، الجمع بياخد معاه إيه؟ بياخد معاه آر، والفيرب آي إن جي أدي تكست يعني يراسل نصيا، وبضيف لها الآي إن جي يبقى تكستنج يعني إيه؟ يراسلوا their cousins أولاد عمهم إن كندا، في كندا ناو يعني الآن. عايزين هنا أكتب على إيه؟ What you do at the weekend، what you do at the weekend، تعمل ايه في عطلة نهاية الاسبوع؟ وده عندي هنا قبل الاختبار على طول، بتجاوب في اخر الايه؟ الوحدة، او متجاوب عندي هنا في اخر الايه؟ الوحدة. وان شاء الله اقدم لكم فيديوهات مهمة جدا للباراجرافات الهامة والمتوقعة لمنهج الصف الثاني الاعدادي الترم الاول.